نيجي على أسماء الذبائح في سفر اللاويين، ولازم أنا أشرح لكم هون إيش سفر اللاويين ومن هم اللاويين. اللاويين هم سبط من أسباط الاثني عشر، لكن لا يعدهم سبط، لأنه بدل اللاويين إجا سبطين اللي هم أولاد يوسف. بدل ما يكون في يوسف صار في بدل ما يكون في سبط يوسف صار في هناك سبط أفرايم، والسبط الثاني اللي هو أخوه لأفرايم أبناء يوسف، فصار هناك 12 سبط. أما سبط اللاويين فلا يعتبر واحد من الأسباط. ليش؟ لأنه الله اختارهم أن يكونوا فوق جميع هذه الأسباط. ليش؟ لأنه اللي كانوا فيهم ناس متدينين جدا وروحانيين، وكانوا هم الوسطاء ما بين الشعب الإسرائيلي أبناء الله وما بين الله. فالله أنزل شريعة موسى وأنزل كتاب اللاويين، اللي هو هذا الكتاب فيه جميع الشرائع اللي بتتحدث عن الحلال والحرام، وأيضا عن الريتشوالز العادات والتقاليد اللي لازم يعملوها اللاويين الكهنة اللاويين في المعبد أو في المسجد، مسجد سليمان أو في معبد سليمان. أوكي، فبيقول لك إنه لازم يحرقوا ويذبحوا ذبائح، وأيضا لازم يعملوا أشياء في الصباح وأشياء في المساء، وكيف يتعاملوا مع الناس، وكيف يدخلوا على قدس الأقداس، وإيش العادات والتقاليد اللي لازم يعملوها، إيش الأدوات اللي لازم يستخدموها داخل المعبد هذا، إيش الموسيقى اللي يستخدموها، إيش التراتيل اللي يعني هو زي يعتبر زي كتاب دليل للاويين في عمل العبادات وعمل يعني الشعائر تبعتهم. وأيضا ذكرت هناك الذبائح، كيف يعملوا هاي الذبائح، وقد ذكرت 9 ذبائح موجودة في العهد القديم أو في سفر اللاويين. لازم إن هم يتبعوها هدول اللاويين حتى يتواصلوا فيها مع الله ويتقربون فيها مع الله، ويكونوا هم وسطاء ما بينهم ما بين الناس العاديين. يعني الناس العاديين ما بيقدروا إنهم يروحوا يذبحوا هيك عادي، لازم يروحوا على واحد كاهن لاوي من اللاويين وهو يذبح عنهم، فهو بيكون زي الشفيع لإلهم أو الوسيط ما بينهم ما بين الله. فأولاً أن ذبيحة مولك، مولك هي معناتها الملك، هي اسم كنعاني معناها الملك. في اللاويين 18-21 وأيضاً في مكان آخر يمنع أو الله يحرم لإلهم أنه الإنسان يذبح للملك، لأنه زمان كانوا يذبحوا للملوك، فغلط أنه الإنسان يذبح للملك، وإنما يجب أن يذبح فقط لملك الملوك اللي هو الله. فإذا هي تعتبر تقربا لله عز وجل. ثانيا ذبيحة الأبكار اللي هي زي عنا العقيقة، أنه إذا واحد جاء مولود جديد وإذا كان بكر فإنه هو يضحي أو يذبح عن هذا الطفل. ثالثا ذبيحة التأسيس، إذا كان إنسان أسس بيت جديد أو تزوج أو عمل إشي جديد، يعني مشروع جديد أو بزنس جديد، فهو بيعمل هاي الذبيحة. رابعا ذبيحة الختام، الإنسان لما بيخلص كل إشي، خلنا نحكي إنه انتهى من مشروع معين، خلصت المحاصيل عنده، خلص صار آخر الصيف هيك شيء، فهو بيذبح هاي الذبيحة كأنه هو ختم الشغل اللي هو اشتغله. خامسا ذبيحة الخطية، أخيرا ظهرت لدينا ذبيحة اللي هي عن التكفير الخطايا وهي ذبيحة الخطية. فإذا جميع هذه الذبائح اللي أنتم شايفينها 9 ولا واحدة منهم لتكفير الخطايا، زي ما هم بيقولوا أنه كل ذبيحة إحنا لازم نعملها لتكفير الخطايا، وهذا خطأ. ليست جميع الذبائح الموجودة في الكتاب المقدس هي لتكفير الخطايا، وإنما هون إجت رقم 5 ذبيحة الخطية أو يسموها الخطأ، لأن الإنسان إذا أخطأ أو عمل ذنب فإنه بيعمل هاي الذبيحة، وإذا أخطأ مرة تانية بعد هاي الذبيحة يعمل ذبيحة تانية وثالثة ورابعة وهكذا حتى يتطهر الإنسان. سادسا ذبيحة السلامة اللي هي ذبيحة الشكر والحمد لله، وهي أيضا النحر، وليس بالضرورة أن تحرق. ذبيحة الخطية يجب أن تحرق كاملا مع العظام مع اللحوم مع كل شيء ولا يؤكل منها، أما ذبيحة السلامة فيمكن أن تذبح، وأيضا وليس من الضرورة أن تحرق. وإذا قدمت إلى الكاهن كهدية له يجب أن تقدم نيئة، يعني غير محروقة أو غير مشوية. سابعا ذبيحة الصباح،
في الصباح اللاويين لازم انهم يوم يذبحوا ذبيحة المساء، يعني هي تعتبر زي ريتشول. ريتشول يعني ايش؟ يعني عادات وتقاليد وشعائر. ذبيحة المساء تقدمة الغروب، عند غروب الشمس بيذبحوا. ذبيحة الذراع يعني لما بدهم يطلبوا من الله سبحانه وتعالى انه يعني يقويهم أو يعطيهم قدرة أو قوة معينة، مثلا خاصة هاي وقت الحرب لما يكونوا بدهم يروحوا لحرب معينة أو شيء زي هيك، فهم بيذبحوا لله. يعني هي زي الطلبة، يعني ذبيحة عشان يطلبوا من الله سبحانه وتعالى طلبة معينة، مثل مثلا أنه الله ينصرهم في الحرب أو شيء زي هيك، فهنا بيعملوا ذبيحة. فإذا هاي الذبائح التسعة الموجودة في سفر اللاويين، طبعا أشهرها هي ذبيحة الخطية. ليش؟ لأنه اللي أشهرهم من النصارى، بقولك إنه كل ما الإنسان بيعمل خطية لازم يجيب خروف ولازم يذبح. لكن في الحقيقة رح نشوف إنه الذبيحة هي ليس بالضرورة إنه الإنسان عشان يطلب المغفرة من الله إنه يعمل ذبيحة. هناك ثلاث أنواع من الذبائح أو التقديمات لله سبحانه وتعالى ذكرت أيضا في سفر اللاويين. أولا هي الذبيحة، أنه لازم يكون في سفك دم، اللي هي من البقر أو الغنم أو الماعز أو حمامتين أو يمامتين، على أن تكون صحيحة بلا عيب. ومثلا البقر والغنم لازم يكون أقل شيء عمره سنة، ولازم يكون ما يكونش فيه أي عيب أو مريض أو أي شيء من هذا الشيء. ثانيا قربان، وتتضمن تقدمة الدقيق. الدقيق يعني ما يكونش إشي من اللحم، يعني يكون ممكن دقيق مثل مثلا العدس أو القمح أو من الحبوب يعني. ثالثا اللي هي التقدمة، هي تحرق، فتكون إما ذبيحة أو قربان وتحرق على النار. أما الأولى ذبيحة فلا تحرق بالنار، الثانية لا تحرق أبدا وهي تقدمة من الدقيق، أما الثالثة فيمكن أن تحرق وتكون إما ذبيحة أو قربان. ولكن بيقول لك طب ما هي المسلمين بيذبحوا، يعني هذا معناته أنهم بيطلبوا الكفارة من الله، هل هذا فعلا صحيح؟ لا أبدا، لأنه سبحان الله إحنا إذا ذبحنا مثلا في الأضحى، فكما قلت نحن نعيد شعائر الأنبياء، وأيضا نعيد ذكرى ذبيحة سيدنا إبراهيم عليه السلام. فيقول الله عز وجل في سورة الحج: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف، فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. فإذا هنا الله سبحانه وتعالى لما أمرنا إنه إحنا نذبح، كانت أولا لذكر الله عز وجل ولنقيم هذه الشعيرة العظيمة، ثانيا أن نأكل منها يعني للطعام والشراب، أن نأكل منها ونتقوى منها، ثالثا أن نعطي فيها للمحتاجين والفقراء، وبذلك نحن نكسب الأجر ونساعد أيضا الجائعين، ورابعا أيضا هي شكر لله وحمد الله، وليست كفارة من عن خطايانا وذنوبنا كما هم يقولون. لأنه في الآية اللي بعدها على طول يقول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
فإذا الله لا يحتاج منا ذبائح ولا يحتاج منا كفارات عشان إحنا نيجي نطلب من الله سبحانه وتعالى المغفرة، ولا يحتاج إلى سفك دم، مش زي لما حكى العبرانيين بيقول بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. الله لا يحتاج إلى هذا الدم لنسفكه، ولا يحتاج إلى هذه الكفارات أبداً.